قافلة أحرار العراق المطالبة بالحقوق. إيش عندكم جايين للأنبار؟ إيش عندنا مجلس وزراء برلمان؟ إحنا بالأنبار إيش عندنا جايين؟ هاك استلم هاك. شو إيش عندكم جايين علينا؟ هاك لا هلا ولا مرحبا. اي والله بيخلونا نعيش وتشوفونا شركم. شعدنا بالانبار احنا شو مجلس وزراء ببغداد، مجلس برلمان ببغداد، شكو جايين علينا؟ شكو على شنو؟ لا هلا ولا مرحبا بيكم ان شاء الله. روح روح تخسون يا ولو، والله تخسون خسون جايين انتو، ما بيكم 15 واحد ترى. ايه خسون والله يا ولو، الانبار بيها زلم يا ولو، الانبار بيها زلم. جايين انتو جهالكم هنا. ما تستحقون ايها الاسلام، والله خير خيركم، والله خرب خيرتكم. ابطالنا المنتسبين، ابطال الجيش الله يحفظهم، ان شاء الله ايد واحدة احنا وياهم باذن الله تعالى. اكيد ان الجيش قوي، الجيش الله يوفقهم. احنا المشكلة مو بالمنتسبين، المشكلة والمصيبة من بعض المخربين والمحرضين على العنف للتظاهر في محافظة الأنبار بدعوى البحث عن الحقوق واستحصال الحقوق، وهذه دعوات معروفة ومن جهات معروفة تريد الخراب للأنبار. لهذا القوات الأمنية اتخذت دورها، هم الآن خلف سيطرة الصقور، لم يدخلوا إلى محافظة الأنبار. لذا اليوم من الواجب على كل إمام والخطيب أن يوجه بعدم الانجرار خلف هذه الدعوات وتحريم المشاركة بها، لأنها لا تريد للأنبار سوى الخراب. أتمنى على حضراتكم أن تكون خطبة اليوم وفي كل المساجد وبدون استثناء أن تكون ضد هذه المظاهرات التي تدعو إلى تخريب الأنبار. محمد المحمدي، معاون مدير أوقاف الفلوجة.